الموضوع اللي جاي هنتكلم عنه، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اتكلم عن مشكله تضارب المواعيد. هو احنا فجاه لقينا الميعاد؟ هل ما كناش نعرف ان كاس العالم هيتلعب وكاس الامم الافريقيه النهائي بتاعها يوم كذا؟ هل النادي الاهلي نادي مصري ولا فوجئنا ان هو نادي مصري؟ بعد الفاصل هنجاوب على كل هذه الاسئله.